سريعا لكرة الطايرة رجال ومباراتين في نتائج الدوري الممتاز، والمباراة الأهلي كسب الاتحاد السكندري وكسب الزمالك في نهاية الدور الأول. هنشوف النتائج معنا. الأهلي والاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، الشوط الأول 25-17 والشوط الثاني 25-19 و25-13 في الشوط الأخير. الأهلي لعب نادي الزمالك بيفوز عليه 3-1. الشوط الأولاني 25-20 لنادي الزمالك، الشوط الثاني 25-18 و25-18 الشوط اللي هو الثالث، والشوط الأخير الرابع النادي الأهلي بيفوز 25-20 وبيخلص المباراة ويعتلي قمة الترتيب. نروح لجدول ترتيب الدوري الممتاز لكرة الطايرة. النادي الأهلي المركز الأول لعب 7 مباريات، ما شاء الله 7 على العلامة الكاملة، بنتيجة أشواط 21 شوط للنادي الأهلي عليه 3 بنقاط 20 نقطة. نادي الزمالك الثاني 7 مباريات، خسر فاز في 5 مباريات وخسر مباراتين، ليه 16 شوط وعليه 7 ب 15 نقطة. فارق النادي الأهلي فارق 5 نقاط عن نادي الزمالك. الثالث طلائع الجيش، الرابع سموحة، والخامس الاتحاد السكندري، والسادس نادي سبورتنج، والسابع نادي القناة، والثامن نادي الطيران. بكده نكون يعني رجال كرة الطايرة ما شاء الله العلامة الكاملة. هنروح لتقرير عن مباراة الأهلي والزمالك، كابتن ميدو مصلحي، كابتن عبد الله عبد السلام، وكابتن محمد معوض، هنشوفوا قالوا إيه بعد ما كسبوا نادي الزمالك، وترجعوا لنا مرة تانية. بحمد ربنا على الفوز دوت، وقدمنا بقى يعني سبقنا الناس كلها تقريبا بخمسة بونت. ان شاء الله نقدر نسعد جمهور نادي الاهلي اكتر واكتر ونحتفظ بالدوري ان شاء الله. والله هو اثر على الفرقتين، يعني مش عليا يعني، هو علينا وعلى الزمالك يعني، بس طبعا هو اثر تاثير كبير جدا. احنا قاعدين تقريبا بقالنا ساعتين ونص مستنين، كان المفروض يعني الاتحاد يراعي الموضوع ده كده شويه، يعني يخلي الماتش مش ساعتين بس او يدي الوقت ساعتين، يبقى ساعتين ونص ولا حاجه، لكن هو اثر بالتاكيد على اداء الفرقتين مش على الفرقه واحده. مفيش راحه خالص لما نكسب الدوري ان شاء الله باذن الله. يعني هم الرجاله الاولاد قد المسؤوليه، والحمد لله يعني عملوا ماتش كويس جدا. وانا عارف كل الناس بتسال ليه ما لعبتش سعيد في الاول، كلهم سعيد بقاله 5 ايام مصاب ما لمس كوره خالص. يعني بصراحه وغير كده برضه عيبه كان ركبته وجعاه، يعني الحمد لله قدرنا نتغلب على صعوبات كتير جدا 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 الفتره اللي فاتت، خصوصا الاصابات. يعني انا عايز اقول لك ان احمد صلاح كمان عنده الضمه، يعني الحمد لله اللي حصل ده كويس قوي. انا مبسوط جدا بالرجاله اللي لعبوا النهارده. ببارك جامد للنادي الاهلي، ببارك لمجلس الاداره، ببارك للعيبه الرجاله، الجهاز الفني، الحمد رب العالمين. مباراه ديربي قمه اهلي وزمالك، الحمد رب العالمين. الشوط الاولاني حصل بعد التنشنه عندنا، كنا فارقين ومستعجلين المكسب في الشوط، حصل بعض قله التركيز ادت لخساره الشوط الاولاني، تداركنا الموقف الحمد لله رب العالمين. الشوط الثاني والثالث الحمد لله رب العالمين، زي ما انت شفت الماتش بعد كده فتحوا انسايد جيم، هي دي كانت لازم البدايه نبتدي بيها ونخلص الماتش على كده، بس الحمد لله رب العالمين هو درس بنتعلمه كلنا، والحمد لله رب العالمين اهم حاجه المكسب، اهم حاجه احنا اول الدوري وفريقين الحمد لله رب العالمين، كل الفرق بماتشين. ببارك الفرقه، ببارك الجهاز الفني، بقول لهم مبروك وان شاء الله عقبال جاي باذن الله. والله احنا كنا بادئين يعني كويس وكنا فارقين، فحصل شويه يعني كده الاستقبال وقع شويه، الضرب وقع شويه، فكنا محتاجين نظبط. احنا عارفين الحمد لله احنا احسن فرقه، فهو بايدينا لو هنلعب كويس ان شاء الله هنكسب، فظبطنا يعني شويه المشاكل كانت عندنا الحمد لله وقدرنا نكسب بسهوله. يعني الحمد لله كده اليوم بالنسبه لنا مصلحه الحمد لله، عشان طبعا كمان الجيش كسب 3-2، فحتى مكسب بس بياخد نقطتين مكان 3. احنا خدنا الثلاث نقط الحمد لله، متصدرين تقالي فرق مثلا 5 نقط مع الزمالك، بس لسه في دور تاني كامل لازم نكمل، ناخد كل ماتش 1-1، نكسب كل ماتش وان شاء الله الدوري يكون نصيبنا. ما شاء الله على رجال الطايرة، الثقة في كلامهم، بيتمنوا الفوز في الدوري، لكن الأهم داخلين على البطولة الأهم والبطولة المفضلة للجماهير، النادي الأهلي لكرة الطايرة، البطولة الأفريقية. كلنا أمل إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي دايما بيسعدنا في كرة الطايرة، ودايما رجال كرة الطايرة بتكون في الميعاد إن شاء الله بإذن الله في المرحلة اللي جاية كلنا وراهم عشان بطولة أفريقيا للسيدات والرجال. هنسيب الكرة الطايرة رجال، عفوا آخر نتيجة معانا تحت 17 سنة نشوفها الأهلي لاعب الزمالك في بطولة الجمهورية تحت 17 سنة، نشوف عملوا إيه. في شباب الأهلي كان المباراة على ملعب نادي الزمالك، بطولة الجمهورية تحت 17 سنة، الأهلي بيفوز 3-0 بنتيجة أشواط 25-17 و25-17 و25-15. بكده خلصنا رجال
الطايره ونروح لكره الطايره للسيدات. دي كانت مباراه تحت 19 سنه، لان الفرق الكبيره عندنا او الفريق الاول سيدات في معسكر في صربيا بيستعد للبطوله الافريقيه اللي هتبدا ان شاء الله، هتنطلق يوم 16 اللي جاي باذن الله. تحت 19 سنه الاهلي بيفوز على نادي دلفي 3-0 بنتيجه اشواط 25-22 25-14 و25-15. تحت 14 سنه الاهلي بيفوز على نادي هليوبوليس بنتيجه 3-0 25-7 و25-4 و25-10. خلينا نروح لتقرير مع تحت مع كابتن احمد عبد الفتاح واللاعبات بعد مباراه هليوبوليس، وترجعوا لنا مره ثانيه. الاول انا جهزت البنات نفسيا لان الماتشات ديت هتاهلنا ان شاء الله للدور النهائيات، فالدور النهائيات محتاج اللعيب يبقى في الفورمه قوي، عشان يبقى في الفورمه قوي لازم ااهله نفسيا قبل بدنيا وقبل مهاريا، فالحمد لله اهلتهم نفسيا مع بعض واتكلمت معاهم وحفزتهم قوي. النادي الاهلي لازم يكسب، لازم يكسب كل ماتشات 3-0، وده اللي حصل ان شاء الله النهارده، واهلتهم ان شاء الله في النهائيات هنكسب ماتشاتنا كلها عشان ناخد الميداليه وناخد المركز الاول، لان النادي الاهلي متعود على المركز الاول، لان دول ابطال، فلازم البطل يبقى المركز الاول، ما عندناش حاجه ان شاء الله في فرقه 14 اسمها المركز الثاني. ترتيب الفريق في المجموعه، الفريق ترتيبه المركز الاول على مستوى المجموعه، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الدور الثاني دوت من غير هزيمه ولا شوط، ونتائجنا حلوه، والبنات بداوا يثبتوا في الملعب شويه لان هو سن صغير، فالسن الصغير عقبال ما فتره التدريب بتاعته تكبر اللعيب بيثبت في الملعب، اهم حاجه هو ده اللي عايزينه، عايزين اللعيب يثبت شويه في الملعب عشان في النهائيات ممكن الماتشات توصل خمس اشواط، فخمس اشواط دي على لعيب صغير تقيله، لازم يكون مستعد بدني ومهاري ونفسي وخططي، والحمد لله بقيت استعيد اللعيب وركز قوي مع اللعيب ان هو يعدي من المراحل ديت عشان نوصل ان احنا نكسب وناخد البطوله. كنت متوقعه طبعا عشان احنا يعني اتمرنا كويس للماتش ده كويس، واحنا كمان بنحاول نعمل يعني نتمرن كويس وكده عشان البطوله، احنا طبعا متوقعين ان شاء الله ان احنا هناخد اول الجمهوريه. الكابتن قال لنا طبعا ان احنا لازم ننزل نكسب 3-0 عشان كمان حافز لينا ان احنا بنلعب على ارضنا، واحنا لازم نكسبهم 3-0 اندر سكور كمان علشان احنا الاهلي طبعا دي كيان، يعني ما ينفعش نلعب بفانيله اهلي واحنا بنلعب بنخسر جيم او كده بس. وكمان بيحفزنا في الملعب، بيقول لنا يعني لو جبت النقطه دي فلوس بقى وكده، يعني هزار ما بيننا وكده. الحمد لله ان احنا طبعا بنتمرن تمارين مكثفه، بنتمرن 6 أيام في الاسبوع، فاحنا يعني مجهزين يعني للماتشات دي كلها ان شاء الله، وان شاء الله المجموعه الجايه اصعب مجموعه يعني، بس احنا ان شاء الله يعني قدها وكده، وهناخد اول جمهوريه ان شاء الله. طبعا كنت متوقعه كمان، احنا كنا مستعدين جامد قوي، وطبعا البطوله اللي احنا ربنا ما شاءش ان احنا نكسبها في القاهره دي ادتنا حافز جامد قوي ان احنا نكسب اول، ونكسب اول بجداره، فيعني الحمد لله عملنا ماتش النهارده احسن من رائع الحمد لله. طبعا كل تمرينه وليها حاجه على حسب الفرقه اللي قدامنا، بنكون عاملين سكاوتنج عليهم طبعا عشان نعرف دي هتضرب فين ونقف ازاي ونتمرن ازاي، فكابتن احمد بصراحه عامل اللي عليه وزياده يعني الحمد لله. طبعا احنا اتمرنا كتير وتعبنا، فيعني كان هو ده المفروض ان احنا نعمل كده نكسب 3-0. اتمرنا كتير يعني، كابتن امبارح كان بيدرس نادي هليوبوليس وغلطاتها، وكان بيقول لنا عليها بحيث ان احنا نلعب عليها يعني، ويقول لنا ايه غلطتنا في الملعب بحيث ان احنا برضو نصلحها، ان احنا نكون رجاله ونشيل ونلعب بشكل مشرف عشان على ملعبنا كمان على ارضنا، ان احنا نكسب كل البطولات ان شاء الله ونشرفكم قدام الناس. بنهايه التقرير كره الطايره لكابتن احمد عبد الفتاح ونجمات الفريق، بكده نكون خلصنا الالعاب الجماعيه.